بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس والأخير لقراءة أو في قراءة هذه الرسالة المباركة والمسمات بالاستحسان وتخصيص العلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي. وكنا قد وصلنا بالأمس إلى قاعدة هي الرابعة المخرجة على هذا الأصل، على أصل الاستحسان، وهي القاعدة التي تذكر في شروط العلة أو يذكرونها في شروط القياس، ألا يكون الأصل معدولا عن سنن القياس. وفيها خلاف، ذكرنا أن فيها خلاف بين أهل العلم ما خص عن القياس، هل يكون أصلا فيقاس عليه؟ وفيما أعلم أن هذا الأصل أو هذه القاعدة وتفريعها عن قاعدة تخصيص العلة ما أعرفه في كتب الأصول، إن كانت ثمة إلماع أو إشارة ربما، لكني ما وقفت عليها. وهذا يا أحبابنا يبين لكم كيف أن قواعد الأصول ربما يتولد بعضها عن بعض. ولعلي أشير في هذا المقام إلى ما نقله الزركشي في آخر كتابه البحر المحيط حين عرج على عدد المسائل الموجودة في أصول الفقه، فقيل 300 أو 3000، قال وهي إلى 6000 أقرب أو نحو هذه العبارة. قال هذا بعد توليد بعضها من بعض، لأنه حين أشرعنا في قراءة هذه المسألة، مسألة الاستحسان، ذكرنا قلنا أن الاستحسان ربما بادي النظر ليس فيه خلاف ذي طائل، فإن من قال بتقديم الدليل القوي على الدليل الأضعف هذا أمر مسلم، لكنها تستحيل إلى عقدة من العقد إذا بنيناها وإذا خرجناها على تخصيص العلة. ثم إذا قلنا بتخصيص العلة يلزم من تخصيص القول بتخصيص العلة أيضا إشكال عظيم آخر، وهو هل تنقض العلة أم لا. فإذا الاستحسان تفرع عنه تخصيص العلة، تفرع عنه القول بنقض العلة أم لا. والقاعدتان السابقتان اللتان أشرت لهما هي التي لم أقف على أحد من أهل العلم فرعها على هذه، وهي القاعدة التي ذكرناها في المرة الثالثة في اللقاء الثالث أو الرابع، وهي تقديم خبر الآحاد أو تقديم النص على قياس الأصول. فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام أيضا خرجها على تخصيص العلة، وهذا من دقيق فهمه رحمه الله تعالى. ثم السادسة التي ذكرناها بالأمس، وهي ما عدل عن سنن القياس، أيضا خرجها شيخ الإسلام ابن تيمية على قاعدة تخصيص القياس. ولعلنا يعني نشير من باب الفائدة للإخوة الباحثين، هاتان القاعدتان الأخيرتان فيما أعلم وفيما يعني ما اطلعت عليه، ما عرفت أحدا أنه خرجها على هذا الأصل، وهي مسألة تقديم خبر الآحاد على قياس الأصول أو تقديم النص على قياس الأصول، والأخيرة التي ذكرناها بالأمس وهي مسألة ما عدل عن سنن القياس هل يقاس عليه، ما عرفت أحدا أنه، فهي فكرة بحثية جديرة بالبحث لا سيما لإخواننا وزملائنا الأكاديميين، ربما كان في مادتها ما ترقى إلى أن تكون رسالة دكتوراه، وأيضا لصعوبتها، لكني والله أجدها
مسألة جديرة بالبحث، وتبقى صفحات قليلة حتى نتم الفصل الأول الذي يتعلق بالقاعدة، وأخشى أن يأخذنا الاستطراد ولا نستطيع الإتمام، فلذلك يا أحبابنا لخصت هذه 8 صفحات أو 9 صفحات في هذه النقاط، ثم إن شاء الله تعالى نقرأها على وجه الإجمال، لأني كذلك أرغب في آخر لقاء من لقاءاتنا بعد قراءة هذه الرسالة الطيبة المباركة أن ألخص كذلك المسائل التي أوردها أو المسائل المهمة، كثيرة المسائل لا شك، لكني لخصتها في 15 أو 16 نقطة أو مسألة أحسب أنها تلم بالموضوع. أولاً يكون تذكيراً لي ولكم بهذه المسائل، ثم ثانياً أيضاً لمن أراد ملخصاً، من اطلع على من رجع إلى الشريط أو التسجيل أو نحوه وأراد أن يقف على نبذة أو على تلخيص لأهم مسائل هذه القاعدة التي أوردها، لا سيما فيما يتعلق باختيارات ابن تيمية، فيجدها في آخر هذا التسجيل ولا يحتاج إلى أن يعود إلى التسجيلات كلها. فلذلك أستأذنكم في أن ألخص ما بقي من مبحث، وهو المبحث الأخير، ما يتعلق بالقاعدة أو الخلاف بين أهل العلم، هل ما عدل أو ما خص من القياس يقاس عليه، وقلنا أن ابن تيمية خرجها على تخصيص العلة وعلل ذلك وبين أن لأن من شرط تخصيص العلة، إذا خصصنا العلة لا بد وأن يبين المخصص الفرق بين هذه المسألة التي استحسنها أو التي خصصها وبين عموم العلة التي خص منها، لا بد أن يكون ثم فرق يبينه. فلذلك قال إذا بان الفرق أضحت أو تحولت إلى أصل بذاته، فلذلك جاز أن يقاس عليها. لكن من خصص من غير بيان للفرق ناهيك، فضلا عما ذكرنا سابقا أنه لا يصح هذا التخصيص ويعد هذا نقضا للعلة، قال فإنه حينئذ لا يقاس عليه إذا خصها ثم لم يبين موضع أو الفرق بين هذا الذي خص وبين عموم هذه العلة التي خص منها، قال هذا لا يصح حينئذ أن يقال أنه يقاس على هذا الأصل، لأنه يعد حينئذ أصلا، يعد قياسا أو علة ناقصة أو علة فاسدة فلا يقاس عليها. ثم أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهب الإمام أحمد، وأن الصواب عنده رحمه الله تعالى أن المعدول عن القياس يصح القياس عليه ويصح القياس به، المعدول عن القياس يصح القياس عليه ويصح كذلك القياس به، ونص على ذلك فقال إذا نذر أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح شاة، فقاس قياسا على قياس آخر، وذلك ووجه كونه معدولا على القياس أن كل نذر محرم عليه كفارة يمين، ما في فداء لنفسه، كيف يفدي نفسه؟ لكن إذا نذر نذرا محرما يكفر كفارة يمين. لكن ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن من نذر ذبح ابنه قال يذبح شاة، فقاس الإمام أحمد كذلك من نذر ذبح نفسه أيضا يخرج عن هذه العهدة بقياسها على ما قاسه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فاستدل الحنابلة بهذا النص وأمثاله على أن المعدول أو ما خص من القياس يقاس ويقاس عليه. كذلك المسألة المشهورة
التي ذكرناها مرتين أو ثلاث، وهي في من اشترى أرض السواد، وقلنا أنها أن فقال الإمام أحمد أو قيل له كيف تشترى ممن لا يملك، لأن أرض السواد وهي التي فتحها عمر رضي الله تعالى عنه صارت كالوقف. فقال الإمام أحمد قال القياس ما تقول ولكن هو استحسان. فقاسها الإمام أحمد على قياس الصحابة حين رخصوا رضي الله تعالى عنهم في شراء المصاحف دون بيعها. فمن هذين النصين استدل الإمام الشيخ تقي الدين في هذا المقام على أن الإمام أحمد يرى أن المعدول عن القياس يقاس به ويقاس عليه. ثم ذكر كذلك مذهب الحنفية في هذا المقام، وهو أن المعدول عن القياس لا يقاس عليه إلا بتفصيل. فقالوا إذا كانت العلة منصوصة فإنه حينئذ يقاس عليه. كيف العلة؟ بمعنى قد تذكر الشريعة سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يذكر حكما ثم يعلل هذا الحكم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بمعنى أن سؤرها ولعابها طاهر، والأصل أنها تقاس على السباع، ولا سيما وأن الهرة لا بد وأن تتناول النجس والميتة بفمها وبلعابها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصصها من هذا العموم ونص عليها، قال فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. فيقولون في هذا المقام يجوز القياس عليه لأن العلة منصوصة، فيقيسون كل ما كان في معنى الهرة من الطوافين والطوافات. وقالوا كذلك إذا كان مجمعا عليه، إذا كان معدولا من القياس وأجمعوا على هذا الأمر فإنه يقاس أيضا عليه. وضربوا لها مثالا ونقل الشيخ مثالا لها، قالوا كالتحالف في الإجارة قياسا على التحالف في البيع، وهذا بالإجماع، بمعنى إذا اختلف المتبايعان فإن هذا الوارد فيه النص أنهما يتحالفا فقيس عليه الإجارة، وهذا بالإجماع. فقال الحنفية هذا المقيس عليه لما أجمع عليه كذلك يقاس على الإجارة ما كان في معناها. وردوا بعض الأقيسة أو ردوا إذا لم تكن العلة منصوصة، وذكروا أمثلة وهي أمثلة مشهورة في كتب الأصول يذكرونها، مسألة القهقهة في الصلاة، واستدلوا على ذلك بأثر أن رجلا سقط فضحك الصحابة، والحديث لا يصح لكنهم يستشهدون به ونذكره. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وإعادة الصلاة. القهقهة ليست من نواقض الوضوء، وهي لا تنقض الوضوء خارج الصلاة، لكن قالوا هذا معدول على القياس، خارج عن القياس، لكن هل تقيسون عليه؟ يقولون لا ما نقيس عليه. لما؟ قالوا لأن العلة ها هنا ليست منصوصة، ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة. وكذلك فلذلك في مسألة القهقهة في الصلاة، يعني إذا قهقه في الجنازة في صلاة الجنازة قالوا ما يعيد الوضوء، إنما يكون ذلك في الصلاة دون غيرها. وكذلك المسألة المشهورة يعرفها أهل الأصول وشداة علم الأصول، وهي مسألة الوضوء بنبيذ التمر، بنبيذ التمر، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه توضأ به وقال تمرة طيبة وماء طهور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب أتقيسون على نبيذ التمر غيره كنبيذ العمر العنب وغيرها؟ قالوا ما يقاس عليه. ليه؟ قالوا احنا نفرق بين العلة المنصوصة والعلة غير المنصوصة، فهذه علة لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك مسألة ثالثة ذكرها الشيخ في جواز بناء البناء على الصلاة إذا أحدث، فإنه مستدل بحديث من قاء أكرمكم الله تفرغ أو رعف أو أمذى فلينصرف وليتوضأ ثم ليبني على صلاته في هذه الأمور فقط. طيب إذا أنزل مثلا في صلاته أو نحوه قالوا ما يقاس عليه، لأن العلة ها هنا ليست منصوصة. الحديث قال يتوضأ ويبني، إذا كان في الركعة الثانية يتوضأ ويكمل الثالثة والرابعة، لكن في هذه دون غيرها ما يلحق أو لا يقاس بها غيرها. فهذه المسائل نقلها الشيخ بواسطة القاضي أبي يعلى في الكتاب العدة في بيان أو مذهب الحنفية أنهم يفرقون بين العلة المنصوصة وغير المنصوصة. ثم نقل ابن تيمية واستجاد هذا الكلام وقال هذا كلام جيد عن ردود القاضي أبي يعلى وبعض والشافعية كذلك على الحنفية في هذا المقام، التفريق بين العلة المنصوصة وغير المنصوصة. فإن القاضي أبا يعلى وهذا على لسانه وكذلك الشافعية قالوا أنتم أيها الحنفية تقرون بصحة القياس على المخصوص لكنكم تمنعونه استحسانا، تقول القياس صحيح لكننا نمنعه استحسانا، لكن إذا سألناكم عن وجه الاستحسان ما بينتموه لنا. قال هذا كمن يقول أنا أترك ظاهر الكتاب للسنة هكذا مجملا لكنه لا يبين موضع الشاهد من السنة. فقالوا في إلزام، قالوا كذلك هنا تقولون والله احنا ما نقيس، القياس صحيح لكننا تركنا القياس في هذه المواضع استحسانا لكنكم ما بينتم موضع الاستحسان. ثم رد آخر أنهم قال أو يقول القاضي أبو يعلى أنكم إذا قدمتم تقولون احنا نقدم الاستحسان على القياس لذلك ما نقيس، هذا يلزم منه أن يكون القياس باطلا، أن يكون القياس باطلا، وحينئذ تكونوا قد وقعتم في تناقض، يكون قد وقعتم في تناقض، فإنكم قلتم يصح القياس لكن نتركه استحسانا. ترككم أو تقديمكم للقياس على الاستحسان أو عفوا تقديمكم للاستحسان على القياس هذا دليل على أن القياس باطل. لكن ابن تيمية دافع عن الحنفية في هذا المقام قال هذا الثاني ما يلزم الحنفية فضعفه وقال هذا إنما هذا لا يلزم القائلين بالاستحسان، الذين يقولون بالاستحسان ما يلزمهم، فلذلك لا يرد على الحنفية في هذا الموضع هذا الاعتراض الذي ذكره القاضي أبو يعلى والشافعية على أصل الحنفية. ثم كرر وهذه عادة الشيخ قلنا مرارا أنه ما زال يلهج بما ذكره سابقا، يعني ربما ذكره في 7 أو 8 مواضع. يا أحبابنا القياء تخصيص العلة لا بد للمجتهد أو للفقيه أو لطالب العلم أن يبين لنا وجه الفرق بناء على القاعدة التي يذكرها دائما شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الشريعة ما جاءت للفصل بين متماثلين، ما تفرق بين متماثلين، فإذا جئت ففرقتها وخصصت لا بد أن يكون ثمة فرق، بينه لنا قل لنا ما هو هذا الفرق، لا بد وأن يبين الفرق بينها وبين وإلا كان التخصيص حينئذ منقوضا يرد عليه النقض. فإن أصل ابن تيمية والذي لهج به كثيرا في هذا وفي غيره أن الشريعة إنما جاءت للجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فإذا خصصت لا بد وأن يكون ثم فرق بين ما خصصته هذه الصورة التي استحسنتها وخصصتها
وبين أصل أو عموم هذه العلة. ثم أيضا أورد القاضي أبو يعلى والشافعية أصلا ثالثا وإلزاما ثالثا أيضا استجاده ابن تيمية، وهو أن الأثر، أنتم تقولون الحديث القهقهة في الصلاة والوضوء بالنبيذ، تقولون والله إحنا ما نقيس عليه، طيب هذا أثر خبر واحد ولا لا؟ أقل الأحوال باعتبار أنه صح عندهم. إذن كيف لا يقاس على أصل؟ لأن خبر الواحد أصل، فحديث القهقهة وهو إلزام قوي، إلزام قوي، لأنه إذا صح عندكم هذا الحديث، حديث الوضوء من القهقهة في الصلاة وحديث الوضوء بنبيذ التمر، هو صحيح، هذا معدول، لكنه أصل بنفسه وخبر أحد. ومن المعلوم عند أهل العلم وعند الأصول بمن فيهم الحنفية أن خبر الواحد يقاس عليه، فهو أصل في ذاته، فلذلك ألزمهم القاضي أبو يعلى بهذا الأصل، فصار حديث القهقهة وحديث الوضوء بناء، عفوا، حديث الوضوء من القهقهة وحديث الوضوء بنبيذ التمر أضحى أصلا بنفسه لأنه خبر أحد، فيلزمكم أن تقيسوا عليه. وزاد ابن تيمية في هذا المقام مسألة فقهية أيضا معروفة عند الحنفية، وهي أنهم لا يجيزون الجمع بين الصلاة إلا في عرفة، فلذلك يقول ابن تيمية في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، صحيح ما جمع إلا في موضع واحد وهو في عرفة، لكن العلة هي السفر، فاقتضى ذلك أن يعم بعموم العلة، فصار أصلا في نفسه هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة، فيلزمهم كذلك أن يقال بالجمع بين الصلوات في الأسفار كلها لا في عرفة، لا في النسك فقط، لأنه هذا أضحى هذا حديثا أو أصلا في ذاته، فينبغي أن يقاس عليه. هذه جملة مختصرة للسبعة أو ثمانية صفحات الآتية، نقرأها على وجه الإجمال يا أحبتنا، ثم إن شاء الله تعالى نشرع بعد ذلك في العودة إلى أول الكتاب، لخصتها في 15 أو 16 مسألة ألخصها، نقرأها في 10 أو ربع ساعة حتى تكون تذكيرا لإخواننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين، واجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة. أما بعد، قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال القاضي وغيره: مسألة المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره. أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور: إذا نذر أن يذبح نفسه يفدي نفسه بذبح كبش، فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده، وإن كان ذلك مخصوصاً من جملة القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس رضي الله عنهما. وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المروذي: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل: كيف تشترى ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هذا استحسان. واحتج الصحابة بأن الصحابة رخصوا في شراء المصاحف دون بيعها، وهذا يشبه ذاك. قال: فقد قاس مخصوصا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس، وبهذا قال الشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقاس على غيره ولا يقاس غيره عليه، إلا أن تكون علته منصوصة أو مجمعا على جواز القياس عليه. فالمنصوص كقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات،
والمجمع عليه كالتحالف في الإجارة قياساً على التحالف في البيع، لاتفاق من أوجب التحالف في البيع أن حكمهما سواء، والممنوع مثل قياس الجنازة على الصلاة في الإسقاط بالقهقهة، وإسقاط الكفارة في الاستقاءة لا يقاس عليه الأكل، والوضوء بنبيذ التمر لا يقاس عليه غيره من الأنبذة، وجواز البناء على صلاته إذا أحدث لا يقاس عليه من أمن بالاحتلام ونحوه. واحتج أصحاب الشافعي وأحمد بحجج، وهذا لفظ القاضي أبي يعلى قال: وأيضا فإنا إذا قسنا على المخصوص أو قسنا المخصوص على غيره، وحملنا النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام، فإن مخالفنا يعترف بصحة القياس، وأنه يجب حمل النبيذ على غيره من المائعات والقهقهة على الكلام، ويدعي أنه استحسن تركه لما هو أولى منه. قالوا: وهذا غير صحيح لوجهين: أحدهما أنه يلزمه أن يبين الأولى، وإلا حكم القياس متوجه عليه، وهذا كما لو قال: القرآن يدل على كذا ولكن تركته للسنة، فتكون حجة القرآن لازمة له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القرآن، ولا يكفي في ذلك مجرد الدعوى. والثاني أنه يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس فلهذا تركه، والقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلا ولم يكن له حكم، كما لو عارضه نص كتاب أو سنة أو إجماع، ولما حكم بصحة القياس هاهنا امتنع أن يكون ما عارضه أقوى منه ومانعا من استعماله. قال شيخ الإسلام: قلت: مضمون هذا إبطال أن يكون هذا مخصوصاً من جملة القياس وقياسه على سائر الصور، وهذا إبطال للاستحسان، وهذا يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القياس لزم بطلان الاستحسان إن كان القياس صحيحاً، أو بطلان القياس إن كان الاستحسان المعارض له صحيحاً، وهذا لا يتوجه في من يقول بالاستحسان وجعل معارضة الاستحسان للعلة كمعارضة لحكمها، وهذا قول نفاة الاستحسان مطلقا. والتحقيق في ذلك أنه إذا تعارض القياس والاستحسان فإن لم يكن بينهما فرق وإلا لزم بطلان أحدهما، وهو مسألة تخصيص العلة بعينها، فإن لم يكن بين الصورة المخصوصة وغيرها فرق لزم التسوية، وحينئذ فإما أن تكون العلة باطلة وإما أن يكون تخصيص تلك الصورة باطلة، وهذا هو الصواب في هذا كله، وهو الذي ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما وعلى القائلين بالقياس والاستحسان الذي يخالفه، فإنهم لا يأتون بفرق مؤثر بينهما، كما لم يأتوا بفرق مؤثر بين نبيذ التمر وغيره من المائعات، ولا بين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع وسجود، وبين صلاة الجنازة وغيرهما مما يشترطون فيه الطهارة. وذكروا أدلة أخرى جيدة كقولهم واللفظ للقاضي، وأيضا فإنما ورد به الأثر قد صار أصلا بنفسه، فوجب القياس عليه كسائر الأصول، وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول له بأولى من رد تلك الأصول لمخالفة هذا الأصل، فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وإجراؤه على عمومه. وأيضا فإن القياس يجري مجرى خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت بغالب الظن، ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفا لقياس الأصول، كذلك القياس مثله. قال شيخ الإسلام: قلت: ومن هذا الباب جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة بعرفة ومزدلفة لو لم يرد فيه نص في أسفار أخر، وأما قصره الصلاة بعرفة بأهل مكة وغيرهم فليس مخالفا لعادته، فإنه ما زال يقصر في السفر، بل هو بيان استواء السفر الطويل والقصير في ذلك. فأما منع قصر المكيين فهو مخالف للسنة الثابتة بلا ريب، وإنما خالف ذلك من غفل عن هذه السنة. وأما قصر غير المكيين فلأن القصر ليس من خصائص الحج ولا متعلقا به، وإنما هو متعلق بالسفر طردا وعكسا. وكلامهم في هذه المسألة يقتضي أن ما قيل فيه إنه خالف القياس في صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسدا، أو أن يكون تخصيصه بالاستحسان فاسدا إذا لم يكن هناك فرق مؤثر، وهذا هو الصواب في هذا الباب.
قالوا: واحتج المخالف بأن إثبات الشيء لا يصح مع وجود ما ينافيه، فلما كان القياس مانعاً مما ورد به الأثر لم يجز لنا استعمال القياس فيه، لأنه لو جاز ذلك لم يكن فرق بينه وبين سائر الأصول التي يمنع قياسها منه، فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصاً من جملة القياس. قالوا: والجواب عنه من وجهين: أحدهما أن لا نسلم أن هاهنا ما ينافيه، لأن المنافاة تكون بدليل خاص، وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره من التأويل. والثاني أن المنافاة إنما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط حكم النص، فأما قياس غيره عليه فلا ينافيه، لأنه لا يسقط حكم النص عندهم فيصح القياس عليه. قال شيخ الإسلام: قلت: هذا الثاني جواب عن قياس غيره عليه، والأول جواب عن قياسه على غيره، ومنع لكونه مخصوصاً من جملة القياس. والتحقيق أنه وإن كان مخصوصاً من جملة القياس فهو مخصوص من قياس معين لا من كل قياس، وإنما يخص لمعنى فيه يوجب الفرق بينه وبين غيره، فإذا قيس عليه غيره بذلك المعنى لم ينافي ذلك كونه مخصوصاً من ذلك القياس الأول. وحقيقة هذا كله أنه قد يثبت الحكم على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر، فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر وبتخصيص العلة من غير فارق مؤثر ويمنع القياس على وبمنع القياس على المخصوص يثبت أحكاماً على خلاف القياس الصحيح في نفس الأمر، وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأكثرون كالشافعي وأحمد وغيرهما، وهم تارة ينكرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسان، وتارة ينكرون مخالفة القياس الصحيح لأجل ما يدعونه من الاستحسان الذي ليس بدليل شرعي، وتارة ينكرون صحة الاثنين، فلا يكون القياس صحيحا ولا يكون ما خالفوه لأجله صحيحا، بل كلا الحجتين ضعيفة، وإنكار هذا كثير في كلام هؤلاء. بارك الله فيك. انتهى الفصل الأول، وقلنا الفصل الأول هذا هو الذي يتعلق بالقاعدة، أما الفصل الثاني فإنه أورد المسائل الفقهية التي سبق وأن ذكرها، فأوردها هاهنا مفصلة وساقها رحمه الله تعالى على الطريقة الفقهية الخلافية الجدلية، والوقت حقيقة لا يسعفنا لقراءتها، لكن لعلي في هذه اللحظات في خلال 10 دقائق أو ربع ساعة نلخص ما سبق وأن قرأناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه القاعدة، أولا تسهيلا لطلاب العلم وتذكيرا لي ولكم، ثم ثانيا أيضا لمن أراد أن يأخذ زبدة أو ملخص هذه الرسالة، فربما لا يريد أن يعود إلى كل التسجيل من أوله وإلى آخره، فيكتفي بنبذة عن هذه القاعدة. أولا، الاستحسان اختلف في تعريفه اختلافا كثيرا عظيما، مع الإشارة أن الخلاف ليس في استعمال اللفظ، بمعنى أن العلماء كافة لم يختلفوا في استعمال هذا اللفظ، فإنه قد ورد في الكتاب والسنة، لكن الاختلاف أو الخلاف وقع بين أهل العلم في إجرائه على الأحكام أو في استنباط الأحكام به، هذه أولاها. الثانية أن المذاهب تباينت في هذه القاعدة أو في هذا الأصل بين راد لها وهم نفاة القياس كالظاهرية والمعتزلة والشيعة، فإن من نفى القياس من باب أولى أن ينفي الاستحسان، ومنهم من أقر به مطلقا كالحنفية، وهنا وبين من اختلفت النصوص في النقل عنهم كالإمام أحمد والشافعي ومالك. ثالثا، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان أكثر الأئمة إنكارا لهذا الأصل لقاعدة الاستحسان، ومع هذا فقد ورد في أقواله ما يشير إلى أنه كان يأخذ بالاستحسان، ونقل أصحابه نصوصا من ذلك، وأشرنا فيما مضى قلنا أن هذه النصوص
في مذهبه القديم قالوا إنما هذه النصوص في المذهب القديم، ثم تعقبهم بعض الشافعية المتأخرين فقالوا وكذلك وجد لفظ الاستحسان في لسان الشافعي أيضا في مذهبه الجديد، فلذلك اختلفوا في توجيه كلامه على مذهبين. كذلك الرابعا، كذلك الإمام أحمد، فقد ورد عنه الإنكار على الحنفية في مسألة الاستحسان، ونصه إن أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن وندع القياس، فيدعون الذي يزعمون أنه الحق بالاستحسان. وقلنا أن هذا السياق ورد على لسان الإمام أحمد في سياق ذم ولوم، فلذلك أخذ منه أنه لا يقول بالاستحسان ويرده. وتتمة عبارة ابن تيمية وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيسه. خامسا، أصحاب الإمام أحمد وأصحاب الوجوه في المذهب كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب الكلوذاني وغيرهم وجهوا كلام الإمام أحمد في قوله وجهوا كلام الإمام أحمد حين قال وأنا أذهب إلى كل حديث ولا أقيس، فقالوا المراد أنه يترك القياس للخبر، يترك القياس إذا جاء خبر ترك القياس لأجله. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى كان له توجيه آخر، وهذا التوجيه يعد من فرائد كلامه رحمه الله تعالى، وذكرنا سابقا أن هذا التوجيه فيما أعلم أنه لم يسبق إليه بدلالة أن ابن القيم قال وقد نازعهم شيخنا في توجيه هذا الكلام، وأراد أو وجهه ابن تيمية على أن الإمام أحمد لا يدفع النصوص بعضها ببعض فيحمل أحد النصين على أن يكون ناسخا للآخر. وقلنا أن هذه الفائدة تساوي رحلة. سادسا، هذه المسائل التي ذكرها الشيخ في رد الاستحسان المذموم عن الإمام أحمد هي مسألة المضحي والمهدي، قياس أحدهما على الآخر، ومسألة القرعة والقمار في قياس القرعة على القمار، ومسألة الصلاة خلف الإمام هل يصلون جلوسا أو قائمين، فوردت السنة بالأمرين، فحمل بعض الفقهاء هذا الحديث على معنى واحد، فألجأهما ذلك إلى أن يتعارض الحديثان وحكما على أحدهما بالنسخ. سابعا، أما الاستحسان بالمعنى المحمود فقد ورد أيضا على لسان الإمام أحمد في مواضع عدة، منها مسألة شراء المضارب على خلاف ما أراد صاحب المال، ومسألة التيمم لكل صلاة، ومسألة شراء أرض السواد، فإنه قد ورد عن الإمام أحمد لفظ الاستحسان وقال أستحسن ونحوها. ثامنا، الاختلاف المنقول عن أحمد في الاستحسان بين القبول والرد جعله أصحابه على قولين أو على روايتين في المذهب، فقالوا للإمام أحمد روايتان في الأخذ بالاستحسان ورده، لكن القاضي أبا يعلى وأبا الخطاب نصروا القول بالاستحسان فقالوا إن الإمام أحمد كان يقول بالاستحسان. تاسعا، نقل الشيخ تقي الدين عن القاضي أبي يعلى أنه فسر هذا الاستحسان عن الإمام أحمد
على وفق الاستحسان الذي فسره به الحنفية، فإنهم يقولون تركه الحكم إلى حكم أولى منه أو الأخذ بأولى القياسين، وقال هذا مراد الإمام أحمد، هكذا وجهه. لكن أيضا لابن تيمية توجيه آخر لهذا الاستحسان الذي ذكره الإمام أحمد، وقال وهذا عاشرا أن الشيخ تقي الدين تعقبه على بها على هذا التفسير، وذكر أن الاستحسان في حقيقته هو تخصيص العلة، ونقل إذا تذكرتم نقل عن الرازي وأبي الحسين البصري وغيرهم من الأصوليين أنهم فسروا الاستحسان أو خرجوا الاستحسان على قاعدة تخصيص العلة، وقال هذا هو الصواب أو نحوه. الحادي عشر، وضع ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذه القاعدة قيودا وشروطا، وهي أن تكون العلة التي خصت من عموم العلة لا بد وأن يظهر فيها فرق معنوي بين صورة الاستحسان وبين ما خص منه، وذلك بناء على القاعدة التي لهج بها ابن تيمية كثيرا في هذه الرسالة وفي غيرها، أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وكذلك اشترط أن لا بد وأن تكون أن تتوفر في هذه العلة الشرطة، أن تتوافر فيها الشروط وأن تنتفي كذلك الموانع. ولعلكم تتذكرون أننا ذكرنا الفرق بين العلة التامة والعلة الموجبة وضربنا لها مثالا. الثاني عشر، نبه الشيخ تقي الدين أن أبا الخطاب وهو من أصحاب الوجوه في المذهب، وإن فسر الاستحسان بأنه تخصيص للعلة مفارقا شيخه القاضي أبا يعلى، لكنه أجرى هذه القاعدة تخصيص العلة على وفق تخصيص لفظ العموم، فلم يراعي ما سبق من قيود وشروط. فإن ابن تيمية في هذا الموضع وغيره فرق بين تخصيص العلة وتخصيص عموم اللفظ، فإن تخصيص العموم عموم اللفظ والإطلاق والمطلق من الأقوال يكفي فيه مجرد النص، أن يأتي نص فيخصص هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق، لكن في العلة إذا خصت لا بد وأن يتبين فرق بين هذا الذي خص وبين عموم ما خص منه، بالإضافة إلى توفر الشرط وانتفاء الموانع. فلذلك كان كلام الشيخ تقي الدين في هذا المقام، قال وإن كانت عبارة أبي الخطاب وإن كان أبو الخطاب يقول بتخصيص العلة، لكن مآل كلامه إلى أن يكون مثل كلام القاضي أبي يعلى، ما في فرق بينهما. الثالث عشر، نقل الشيخ تقي الدين جواب القاضي في الفرق بين الاستحسان الذي أقر به وبين تخصيص العلة، وأن ما نقل عن الإمام أحمد إنما هو معارضة النص لقياس الأصول، لأن ذكرنا سابقا أن القاضي أن أبا الخطاب استغرب ووجد تلازما، لا بد أن يتلازم القول بالاستحسان وبتخصيص العلة، لا بد وأن يلزم القول لمن يقول بالاستحسان، لا بد وأن يقول
بتخصيص العلة، فاحتاج الأمر من القاضي أبي يعلى رحمه الله إلى أن يذكر الفرق بين الاستحسان الذي أقر به وبين تخصيص العلة الذي رده، وذكر أن النصوص عن الإمام أحمد إنما جاءت في تخصيص ما يسمى بقياس الأصول، وهو أمر يختلف عن تخصيص العلة. وذكرنا أيضا أن الشيخ تقي الدين ألزمه، يقول هذا مرده في نهاية الأمر، أن يكون تخصيص علة وإن اختلفت العبارة. وأذكر أيضا في هذا المقام أن هذا الأصل وهو تقديم الخبر النص أو الخبر على قياس الأصول، ما أعرف أحدا خرجه على تخصيص العلة إلا الشيخ تقي الدين في هذا المقام. وأيضا ذكرنا في هذا الموضع سابقا أن القاضي أبا يعلى في آخر عمره رجع عن هذا التفريق، وذكر أو نص أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول بتخصيص العلة، وأن أكثر مسائله ترد عليه، وإن لم يذكره الشيخ تقي الدين في هذه الرسالة لكنه ذكرها في مجموع الفتاوى، وقال وكذلك هو، أي هذا الكلام صواب. الرابع عشر، فرق الشيخ تقي الدين بين تخصيص العلة، كيف يا شيخ؟ جزاك الله خير. فرق الشيخ تقي الدين بين تخصيص العلة المستنبطة والعلة المنصوصة، فأجرى تخصيص العلة المنصوصة مجرى تخصيص عموم اللفظ، بمعنى إذا وردت علة منصوصة فلا إشكال أن يرد لفظ أو حديث آخر يخصصه، وكأنه عد النص أو العلة المنصوصة في مقام اللفظ، لفظه صلى الله عليه وسلم، فما وجد يعني لم يجد في نفسه شيئا أن يلحقها بتخصيص عموم اللفظ، بخلاف العلة المستنبطة فإنه اشترط لمن أراد أن يخصصها ما ذكرناه مرارا اليوم وذكرناه مرارا سابقا ولهج به الشيخ، لا بد وأن يبين الفرق بين هذه الصورة المخصوصة التي استحسنها وبين عموم العلة أو عموم ما خص منه، وإلا عدت هذه العلة فاسدة. إذا ما بين الفرق يقول هذا ينقض عليك، هذا منقوض عليك وترد. الخامس عشر، نقل الشيخ رحمه الله تعالى إجماع السلف ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى على أن تخصيص العلة جائز لمعنى يوجب الفرق، وحمل قول بعض أهل العلم، وهذا قول الأئمة الأربعة، على هذا المعنى، بمعنى أنهم يجيزون تخصيص العلة بشرط أن يبين وجه الفرق أو المعنى الذي خص منه. السادس عشر، فرع الشيخ مسألة اليوم، وهي المسألة أو القاعدة، هل يقاس على المعدول من القياس، هل يقاس عليه؟ فإن هذا التخريج أو خرجه الشيخ على قاعدة تخصيص العلة، وهو أيضا فيما أعلم ما وقفت على أحد قبل الشيخ أنه فرعه عليه، ولعلي أضيف وأكرر أن هذه المسألة مسألة تخصيص العلة، وما تفرع عنها من هذه القواعد لا سيما القاعدتين الأخيرتين، وهي تقديم الخبر على قياس الأصول والقياس على المعدول عن سنن القياس، مما
ينبغي البحث عنه والتنقيب عنه وتحريره وبيان كلام شيخ الإسلام في هذا المقام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.